تحياتي ليك زميلي محمد، اهلا بيك، برحب بيك في البدايه وبرحب بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. زي ما انت بتقول طبعا العمل على قدم وساق من مجلس اداره النادي الاهلي واجتماعات مستمره وجولات مستمره في الثلاث فروع سواء مدينه نصر او الجزيره او الشيخ زايد، لكن يمكن احنا بصدد طبعا احنا متواجدين في مقر النادي الاهلي بالجزيره، حيث اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره وكافه اعضاء مجلس الاداره. يمكن زي ما انت قلت يا محمد الامور الفتره اللي فاتت كلها اجتماعات كلها في مصلحة أعضاء للنادي الأهلي وتنفيذا لبرنامج عائلة النادي الأهلي، ولكن يمكن الشيء المهم واللي أكيد منتظره جمهور النادي الأهلي هي عودة الجمهور من جديد إلى المدرجات، وده اللي بيشتغل عليه بشكل كبير جدا مجلس إدارة النادي الأهلي. يمكن كان في اجتماع أمس برئاسة المهندس خالد مرتجي رئيس لجنة تحديث ونظم وتأمين الجمهور والمباريات، كمان كان متواجد الأستاذ طارق أنديل، الأستاذ مهند مجدي، محمد سراج الدين. يمكن مجلس الإدارة زي ما بقول لك بيعمل على قدم وساق خلال الفترة الماضية لعودة الجمهور، ودي يمكن حاجه من الاشياء المهمه جدا واللي اكيد منتظرها جمهور النادي الاهلي وايضا كمان اعضاء النادي الاهلي. لكن الاختلاف اللي هيكون يا محمد خلال دخول الجماهير ان شاء الله مع الجهات المعنيه والتنسيق الكبير ان هيكون في تحديث كبير ونظم كثيره جدا وانضباط داخل المدرجات، وده اللي بناكد عليه بشكل كبير جدا. زي ما احنا عارفين ان تنفيذا لبرنامج عائله النادي الاهلي لابد ان يكون في اختيار لدخول الجمهور العائلات اللي بتكون متواجده وعايزه تعود من جديد الى المدرجات، ويمكن من خلال لقاءاتنا مع اعضاء النادي الاهلي او جمهور النادي الاهلي اللي مشتاق بشكل كبير جدا للعوده الى المدرجات، الناس قالت احنا وحشتنا المدرجات، وحشنا الانضباط والالتزام والتشجيع المثالي لجمهور النادي الاهلي وايضا كمان اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي اللي بتتمنى يكون الحضور مكثف خلال الفتره القادمه وخلال الموسم الجديد ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله زي ما احنا عارفين زي بقول لك مجلس الاداره بيعمل بشكل كبير جدا خلال الفتره الماضيه على عوده جمهور النادي الاهلي من جديد، ولكن بنظم واسس وتعليمات واضحه جدا وتحديث كمان للدخول بالبطاقه الالكترونيه والحجز عن طريق الموقع الالكتروني، لكن هيكون بطريقه جديده بطريقه تساعد الجهات الامنيه للدخول والخروج وتيسير الدخول بالنسبه لجمهور النادي الاهلي. اجتماع الامس طبعا يمكن كانت بتتحط الاستراتيجيه الاخيره واللمسات الاخيره لهذا القرار اللي هيعرض خلال او خلاص يمكن اتعرض على مجلس اداره النادي الاهلي في اليوم. الاجتماع كان بدا يا محمد النهارده من الساعه 2 الى الساعه 3 لنظم وتحديث المباريات، ثم من الساعه 3 الى حتى هذه اللحظه اجتماع مجلس الاداره اللي بيناقش فيه عدد كبير جدا من القرارات الهامه. زي ما انت عارف طبعا المرحله الانشائيه المهمه خلال الفتره القادمه، وزي ما الناس تابعت وشافت طبعا الجوله المميزه والرائعه للكابتن محمود الخطيب في نادي الاهلي مدينه نصر، يمكن كانت جوله كبيره جدا، مجهود كان كبير على الكابتن محمود الخطيب، لكن حبه الكبير للنادي الاهلي وان هو يمكن لفف جميع انحاء النادي خروجا ودخولا الاسوار حمام السباحه المناطق الترفيهيه مناطق كمان البارك اللي هيكون ان شاء الله خلال الفتره القادمه في نادي مدينه نصر او اهلي مدينه نصر. زي ما بقول لك في مجهود كبير بيبذل مجلس اداره النادي الاهلي لراحه اعضاء الجمعيه العموميه، وده اللي اكيد اعضاء النادي الاهلي منتظراه خلال الفتره القادمه. لكن حتى هذه اللحظه زميلي محمد احنا منتظرين ان شاء الله يكون قرارات مجلس اداره النادي الاهلي اللي اكيد بصدد خلال الساعه القادمه او الساعات القادمه ان شاء الله تكون متواجده معانا، وهنبثها اكيد بشكل حصري على شاشه قناه النادي الاهلي قرارات مجلس الاداره سواء خاصه بالانشاءات او ايضا كمان خاصه بجمهور النادي الاهلي او ما يتم اتخاذه من قرارات في الاجتماع. لكن بنطمن جمهور النادي الاهلي وبنطمن اعضاء الجمعيه العموميه مجلس اداره النادي الاهلي بيعمل على قدم وساق لراحه الاعضاء. طيب كريم، وايضا كمان لجمهور النادي الاهلي اللي ليه اولويه كبيره جدا مع مجلس الاداره. طيب كريم، انا شايف قدامي في اللقطات الخاصه طبعا اللقطات الحصريه لوصول اعضاء مجلس الاداره الواحد تلو الاخر، كل اعضاء المجلس حاضرين هذا الاجتماع. يمكن في الصوره امامي كان في هذه اللحظات خارج من القاعه المهندس خالد مرتجي في الصوره اللي كانت طبعا بتعرض كل لقطات حضور اعضاء المجلس، الاستاذ العامري فاروق، الكابتن جوهر النبيل، دكتور محمد سراج، كل اعضاء المجلس حاضرين هذا الاجتماع. بالتأكيد محمد جميع أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي متواجدين في اجتماع اليوم برئاسة الكابتن محمود الخطيب. زي ما بقول لك الاجتماع اليوم اجتماع هام جدا، اللمسات الأخيرة التي وضعت أمس النهارده هتعرض على مجلس الإدارة، وزي ما بقول لك دي يمكن حاجة من الحاجات المميزة جدا هي اهتمام النادي الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي بالجمهور النادي الأهلي والاستراتيجية الخاصة للفترة القادمة. بأكد من جديد حضور كافة أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي منذ صباح اليوم لهذا الاجتماع الهام جدا، وإن شاء الله يا محمد خلال الساعات القادمة أو خلال الدقائق القادمة إن شاء الله تكون في قرارات هامة جدا لمصلحة جمهور النادي الأهلي وأيضا كمان أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي. كريم أحمد مراسل قناة النادي الأهلي، أنا بشكرك شكرا جزيلا، ودايما بالتأكيد متواصلين معك وعلى مدار النشرة وإطلالتنا الإخبارية الرياضية هنا من قناة النادي الأهلي مستمرين حتى الساعة أو حتى الساعة السابعة، مستمرين معك إذا كان هناك أي قرارات صدرت أو أي جديد متعلق باجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي. شكرا ليك يا كريم.
اجتماع هام جدا لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن